هذا اليوم كنتواجدوا باش نعلنوا على حفل ديال التنصيب ديال الاطباء الداخليين بالمستشفى الجامعي. كما اننا درنا حفل ديال التنصيب ديال الاطباء اللي استوفوا سنتين من السلك الداخليه وغيلتحقوا بالتخصصات ديالهم اي الاطباء المقيمين. هذا الحفل هذا جاء عرفانا بالمجهودات اللي كيقوموا بها هاد الاطباء في المستشفى الجامعي وكشكر لهم على جميع التضحيات الجسام اللي كيعملوا. هاد الاطباء هادو هما اللي كيبقاو مداومين في المستعجلات وفي كل المصالح الاستشفائية بالمستشفى الجامعي. حاليا كنشتغلوا بالمستشفى الجهوي الى حين استكمال الاشغال بالمستشفى الجامعي. وهذا الحفل هذا اللي كنديروه كيف ما قلت هو كشكر لهم والتنويه بالمجهودات ديالهم باش يعطوا احسن ما عندهم. صافي بليزير انه اليوم كان الحفل ديال التتويج ديال الاطباء الداخليين ديال المستشفى الجامعي ديال اكادير. شرف لي انني كنت parmi les internes du CHU Agadir et en étant la vice-majorante, كنشكر جميع الاساتذه اللي حضروا معنا, كنشكر الدويان ديال la faculté de médecine et de pharmacie d'Agadir de nous avoir organisé هذا l'événement. و ça fait encore plaisir اننا كنتميو للعائله ديال الاطباء الداخليين ديال المستشفى جامعه اكادير. اليوم نظمنا واحد الحفل اللي هو تم توزيع فيه ديال لي بادج وتم توزيع ديال الشواهد الاطباء الداخليين والاطباء في طور التخصص, واللي الحمد لله دازت على ما يرام, واللي كنشكروا فيها جميع الاطباء الداخليين والاطباء في طور التخصص بحضور مدير المركز الشفائي الجامعي باكادير اضافه الى الاساتذه الاجلاء. وكنشكروا جميع من ساهم لا من قريب ولا من بعيد في انجاح هذه الامسيه وشكرا. On était là pour la première, la deuxième et la troisième.